قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي الشمس طلعت في الغروب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل جسم الخروف. هنبتدي باربعة وعشرين غرزة سلسلة، نعمل عقدة البداية ونعمل 24. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. بعد ما عملنا 24 غرزة سلسلة هنقفلهم بمنزلق. فأول سلسلة ابتدينا بيها بعد كده هنعمل 24 غرزة حشو فوق كل سلسلة غرزة حشو، ندخل كده في السلسلة، في السلسلة نفسها مش في الحلقة. عشان يبقى معانا 24 غرزة حشو. طبعا غرزة الحشو احنا عارفينها. بعد ما قفلنا من المنزلقة فأول سلسلة ابتدينا بيها هرتفع سلسلتين، ادي 1 2 ده بداية السطر التاني. هعمل بقى 24 غرزة حشو فوق كل سلسلة غرزة حشو، طبعا عارفينها. ندخل كده في السلسلة ونسحب الخيط وناخد الاتنين مع بعض، ندخل في السلسلة نسحب الخيط ونسحبهم الاتنين مع بعض. هكمل السطر 24 غرزة حشو وارجع لكم. بعد ما عملت 24 غرزة حشو هنقفل بمنزلقة في اول سلسلتين ارتفاع، ارتفع سلسلتين وهعمل برضو السطر ده غرزة حشو بس هعملها في الحلقة الخلفية. عندنا حلقتين هما بحرف الفي، الحلقة دي مش اللي قدامنا اللي وراها. ندخل بالابرة فيها كده ونسحب الخيط وناخدهم الاتنين مع بعض في لفة واحدة، برضو 24 غرزة حشو بس في الحلقة الخلفية. هخلص السطر 24 غرزة حشو في الحلقة الخلفية وارجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما عملت 24 غرزة حشو في الحلقة الخلفية. هنرتفع 3 سلاسل، دول يعتبروا عمود، واول غرزة حشو هتقابلنا هنعمل فيها غرزة البوب كورن اللي احنا عملناها في الرأس، في رأس الخط. هنعملها ازاي؟ هندخل في غرزة الحشو ونعمل 4 ومية، ادي 1 2 3 4. وبعد كده هنقفل الاربع ومية دول في غرزة واحدة. هنيجي في اول غرزة ابتدينا بيها نخفها كده، والغرزة الاخيرة بنسحبهم الاثنين مع بعض
دي اول غرزة بوبكورن، وبعد كده نقفلهم بسلسلة. اللي بعدها غرزة عمود بلف، اللي بعدها غرزة بوبكورن 400، ونقفلهم كلهم في غرزة واحدة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. يبقى السطر ده كله هيبقى بنفس النظام. غرزة حشو نعمل فيها بوب كورن ونقفلها بسلسلة، وغرزة حشو نعمل فيها عمود بلفة. طبعا دول هيبقوا 12 بوب كورن و12 عمود بلفة، لان كلهم 24 غرزة حشو. هخلص السطر وارجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما عملت السطر غرزة بوب كورن وعمود بلفة، وقفلت السطر بمنزلق. بعد كده هنرتفع 13 سلسلة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13. دول هيبقوا جسم الخروف. هنيجي في تاني سلسلة بعد سلسلة الارتفاع، هنعمل فيها تزايد، يعني هنعمل غرزتين حشو. ادي واحد اثنين، هيبقى عندنا 12 سلسلة. هنعمل في كل سلسلة غرزة حشو، يعني 12 غرزة حشو. نشر غرزة حشو كل سلسلة. بعد ما عملنا ال 12 غرزة حشو في السلاسل، هنيجي على الغرز اللي هي العمود بلفة والبوب كورن. هنعمل فوق كل واحدة غرزة حشو كده، ده فوق العمود وفوق البوب كورن في سلسلة اهي. البوب كورن هنعمل فيها غرزة حشو، العمود زي ما كنا بنعمل في الراس بالظبط. ايه كده في غرزة الحشو، في غرزة البوب كورن، وغرزة العمود بلف. هكمل كده غرز حشو لغاية ما نوصل السلاسل الارتفاع دول وارجع له. رجعنا تاني بعد ما عملنا غرز الحشو فوق غرز البوب كورن والعمود. هنيجي هنا بقى اللي هو 12 سلسلة ارتفاع، هنعمل في اول واحدة غرزة حشو. زي ما عملنا هنا كده في الامام، هنعمل في الناحية التانية عشان الغرز دي اللي هنعمل عليها البوب كورن والعمود بلفة. هنشتغل عليهم داير ما يدور. شايفين؟
12 عمود، 12 غرزة حشو، بس اخر سلسلة هنعمل فيها تزاوج زي ما عملنا الناحية اللي هي دي. هنا عملنا 2 غرزة حشو، وهنا برضو في السلسلة دي هنعمل 2 غرزة حشو. ادي 1 ادي 2، ونقفلهم مع بعض كده بمنزلقة اهو عشان هنبتدي سطر جديد. نقفلهم تاني كده. السلاسل اللي هي التزايد اهي، بعد كده هنرتفع 3 سلاسل اللي هما يعتبروا عمود، وهنيجي في اول واحده هنعمل فيها ايه؟ هنعمل غرزه البوكور اللي هي 5 4 عواميد، ونقفلهم بغرزه واحده. 1 2 3 4، وبعدين نقفلهم بغرزة واحدة. ده أول عمود ودي أول غرزة بالكوب. احنا بقى هنعمل السلاسل دي كلها كده، غرز الحشو دي كلها داير ما يدور، غرزة عمود في لفة وغرزة بوب كورن، يعني هنفضل شغالين كده لغاية ما نوصل لهنا. بعد كده بوب كورن، واللي بعدها غرزة عمود. هشتغل كده بنفس النظام، بوب كورن وعمود والدوران ده فوقيه برضو بوب كورن وعمود لغاية ما اوصل هنا، ونرجع نكمل موضوع. رجعنا تاني بعد ما عملنا دوران السطر اللي هو غرزة البوب كورن وعمود في لفة. هنا بقى هنعمل ايه؟ سطر الحشو، غرزة الحشو هنعملها مع بعض عشان هنا في تزايد في الاربع غرز الاولانيين. هنرتفع سلسلتين وهنعمل غرزتين حشو، ادي 1 2، وهنا في غرزة البوب كورن هنعمل غرزتين حشو. هنا بنعمل تزايد عشان ده الدوران بتاع الديل اللي هو عند ديل الخروف، لازم نعمل هنا تزايد 4 والناحية التانية هنا برضو 4 عشان يدينا الدوران. يبقى هنا عملنا تزايد 2 وهنا 2، وهنا عند العمود غرزتين حشو اهو، وعند غرزة البوب كورن برضو غرزتين حشو. هنا عملنا 8 في الاربع غرز الاولانيين. بعد كده بقى هنمشي عادي خالص، غرزة حشو فوق كل غرزة عمود وغرزة بوب كورن. هنعمل السطر كله كده لغاية ما نوصل لهنا عشان نعمل التزايد. هخلص السطر وارجع لكم. رجعنا تاني وقفنا عند اخر 4 غرز اللي هنعمل فيهم التزايد، عند غرزة البوب كورن
غرزتين حشو، وغرزة العمود غرزتين حشو، عشان يبقى 8 غرز تزايد زي الناحية دي. ودي بكون غرزتين، ادي 1 2، وادي العمود غرزتين، ادي 1 2. وبعد كده بقى نقفل السطر بغرزة منزلقة. طبعا السطر الجاي هيبقى كله بكورن وغرزة عمود، يعني هنرتفع 3 سلاسل كده عمود، وهنعمل غرزة بكورن. ادي 1 2 3 4، دي غرزة البوبكورن وغرزة عمود. هنعمل السطر كله بنفس النظام، غرزة عمود وغرزة بوبكورن، داير ما يدور كده لغاية ما نخلص السطر ونيجي نقفل. في الفيديو الجاي لسه هنكمل بقية الجسم، علشان لسه في تزايد هنا في الدوران ده، فاحنا هنعمل السطر ده وننتظر الفيديو الجاي نكمل بقية جسم الخروف. شكرا، السلام عليكم.